نظم تيار الإصلاح الحر بمحافظة الدقهلية مؤتمرا حاشدا بمدينة طلخة لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال المشوار الذي بدأ منذ سنوات. هذا وقد أعلن التيار باشتراك كل من حزب مصر القومي وحزب الاتحاد وحزب الإصلاح والنهضة في المؤتمر الحاشد عن رغبة أعضاء وجماهير الحزب في تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى الدعوة للجميع بالنزول والمشاركة في الانتخابات لتكون رسالة إلى العالم للتأكيد الشعبي الجارف للمرشح الرئاسي. احنا في مشهد سياسي في مصر غير مسبوق وفقا لاستحقاقات الدستورية. انت عندك انتخابات رئاسية فيها اربع مرشحين بيمثلوا اربع اتجاهات ايديولوجية في مصر، وده بيدي فرصة وأتاحة للمواطن المصري أنه يقدر يشارك ويختار ما بين تعددية، والتعددية دي بتعني أن مصر دولة ديمقراطية حديثة. كتيار إصلاحي حر بنبدأ النهاردة مؤتمراتنا لدعم ترشيح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظة الدقهلية، ودي بداية إن شاء الله لسلسلة كبيرة جدا من المؤتمرات، وفي مؤتمر يوم الجمعة القادم إن شاء الله لدعم وتأييد الرئيس في محافظة المنوفية ثم محافظة الإسكندرية. إحنا النهاردة جايين كلنا بندعم السيد الرئيس لاستكمال الحلم اللي كلنا بنحلم بيه، وزي ما قال سيادة الرئيس اللي حكاية وطن اللي كان فيها الرئيس عرض كل المشاريع المائية خلال العشر سنوات الماضية اللي الدولة المصرية عملت فيها. دور التيار الإصلاح الحر وحزب الاتحاد على وجه الخصوص والأحزاب المشاركة كلها بتدعم الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة بكل قوة، إنها بتحشد الشباب والنساء والرجال والشيوخ وكل فئات المجتمع لنصر الرئيس السيسي، لأن احنا شايفين أنه هو أفضل مرشح من وسط الأربع مرشحين لما لمسناه ككل من إنجازات، ولما ما لمسناه من زعامة عربية بتواجه النهاردة القضية الفلسطينية. فالنهاردة احنا ما بنقفش ولا رئيس ولا بنختار رئيس، احنا بنختار زعيم أمة عربية. عايز أوصل رسالة لكل العالم ان الصعيد قطع المسافات دي كلها وجاي هنا لحد المنصورة علشان يوصل رسالة الصعيد، ان الصعيد كمان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل الاستقرار، من اجل استكمال مسيرة الانجازات الكبيرة اللي حصلت. الصعيد حصل فيه انجازات كبيرة جدا، احنا جايين نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا في المنصورة. تشجيع المواطنين المصريين والجماهير المصرية وجماهير حزب الاتحاد في كل محافظات مصر على المشاركة في الحدث الكبير، حدث الانتخابات المصرية، انتخابات في مصر لو انتخابات 2024، الحدث اللي كل مصر منتظراه ومترقباه لإرسال رسائل للداخل وللخارج، رسائل للداخل، رسائل شكر وعرفان لرئيس عبد الفتاح السيسي على مسيرة طويلة من الإنجازات، يعني لخصتها أو يلخصها دايما حكاية وطن وما تم إنجازه في مصر خلال العشر سنوات الماضية، ورغبة ويعني شغف كل الجماهير المصرية وكل الشعب المصري في استكمال هذه المسيرة العظيمة. كمان رسائل الخارج بتؤكد مدى تأييد ودعم الجماهير المصرية للمسار الإصلاح السياسي اللي تم خلال السنوات الأخيرة، والانتخابات اللي لأول مرة بتجرى ما بين مرشحين متنوعين مختلفين، قيادات حزبية مهمة